بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله العترة الميامين وأصحابه الغر المحجلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما ونورا يا رب العالمين. أما بعد، سادة الكرام طلاب العلم الشريف، لازلنا نواصل شرحنا لكتاب الإمام العلامة أبي عبد الرحمن جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه ورضي الله عنه، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. كتاب الأشباه والنظائر في قواعد الفقه الشافعي. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند أقسام التشريك في النية، وهل ينافي الإخلاص أو لا ينافي الإخلاص، وذكرنا من ذلك أقساما. ذكرنا من ذلك إيه؟ أقساما. القسم الأول أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، وهناك فرع واحد حكاه السيوطي رحمة الله عليه واحتمل فيه البطلان، وهي ما إذا نوى الذبيحة لله ولغير الله. وإحنا قلنا أوجه الجواز في هذا، ومتى يحتمل هذا البطلان؟ يحتمل هذه الصورة تحتمل البطلان إذا كان الذابح معتقدا أن المذبوح له يعني إيه توجه له الإيه العبادة، وهذا شرك بالله عز وجل. ولذلك إيه لم يحكي السيوطي رحمة الله عليه إيه فرعا إلا هذا، وقال يحتمل إيه يحتمل البطلان. لماذا قال يحتمل؟ لأن هناك صور أخرى كثيرة في هذا أيضا، حتى في قضية الذبح لا تحتمل البطلان، وحكى في ذلك فروعا، والأصح أن هذه الصور جميعا تصح والتشريك لا يبطلها. كمن نوى الغسل والتبرد، فالتبرد ليس بعبادة، وغسل مثلا غسل الجنابة عبادة، فالأصح أنه إيه يصح، ومقابل الأصح أن التشريك يبطل إيه هذه العبادة. تمام. وحكى في ذلك إيه الصور. هذه إيه الصورة الأولى من التشريك، أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة. الصورة الثانية أن ينوي مع النفل مع الفرض نفلا، يعني الأساس أنه يصلي الفريضة أو يحج الفريضة أو يفعل أي شيء مفروض، وينوي مع ذلك إيه شبيه أو مثله نافلة. تمام. وذكرنا أن هذه الصورة أو هذا الفرع من أقسام التشريك له أربع حالات، له إيه أربع حالات. القسم الثاني هذا اللي هو الجمع بين الفرض وبين النفل، أن ينوي مع الفرض نفلا، لها أربع إيه حالات. الأربع حالات دي القسمة العقلية، القسمة إيه العقلية، يعني مش هينفع نجيب خامس. ليه؟ لأن هو إما أن يصحان معا أو يبطلان معا، أو يصح الفرض ويبطل النفل، أو يصح النفل ويبطل الفرض. دي اسمها قسمة إيه عقلية. إيه هي القسمة العقلية الحاصرة؟ القسمة العقلية إيه الحاصرة، يعني اللي أنت ما تقدرش تجيب قسم إيه قسم آخر. فالقسمة إما أن تكون حاصرة أو غير حاصرة. يعني لو قلنا مثلا إيه الإنسان ذكر وأنثى، هل هذه قسمة حاصرة؟ لا. ليه؟ لأن في خنثى. ماشي. هذه قسمة غالبة، يعني غالب الإنسان إما أن يكون ذكرا أو أنثى. لكن مثلا قلنا إيه الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، هذه قسمة حاصرة، يعني ما تقدرش تجيب لها إيه رابع، ما تقدرش تجيب لها إيه رابع. وطبعا ابن هشام لما كان في شذور الذهب حكى وجه الحصر في ذلك، إن إما يبقى حدث أو حدث مقترن بزمن أو حرف
يدل على معنى في نفسه وغير مقترن بإيه؟ بزمن، وغير معبر عن إيه؟ عن حدث. فوجه الحصري هذه تسمى قسمة إيه؟ حاصرة، قسمة إيه؟ حاصرة. لكن ممكن القسمة تبقاش حاصرة يا جماعة، ممكن التقسيم ما يبقاش إيه؟ حاصر، يبقى اسمه أغلبي، يبقى بنتكلم على الغالب. الإنسان ذكر أو أنثى، دي قسمة إيه؟ حاصرة. لكن هل جنس الإنسان على سبيل النظرة مفهوش الخنثى؟ فيه، وعندنا أحكام في الفقه قد كده لإيه؟ لحاجة اسمها الخنثى المشكل، والخنثى بخلاف المخنث. بالمناسبة يعني المخنث الرجل اللي عنده يعني ربنا خلقه ذكرا رجلا لكنه يتشبه بالنساء، ده يسموه ايه؟ المخنث. لكن الخنثى دي شيء خلقي، الخنثى ايه؟ مش خلق، مش اخلاق. المخنث فساده من جهة الايه؟ الاخلاق. لكن الخنثى دي حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ربنا خلق انسان فيه الآلتين، آلة الذكورة وآلة الأنثى، تمام؟ فلو جه واحد استدرك عليك تقول له لا والله أنا قسمت على الإيه؟ على الغالب. كذلك في هذا التقسيم الذي معنا في الحالة إيه؟ الثانية، هذا تقسيم حاصل، لأن أنت ما تتصورش إيه؟ حاجة خمسة، يعني إما يبطلان معا أو يصحان معا، أو يبطل الفرد ويصح النفل، أو يبطل النفل ويصح إيه؟ الفرد، تمام يا مولانا؟ فمثلا لو واحد صلى الظهر دخل المسجد وعليه صلاة ظهر، فصلى الظهر ونوى بذلك أيضا إيه؟ تحية المسجد، ينعقدان، مفيش مشكلة، أهو نوى فرض إيه؟ وعللنا ذلك بأن تحية المسجد ليست صلاة إيه؟ مخصوصة، وإنما تقع بإيه؟ بمطلق صلاة، تمام كده؟ طيب، نوى نوى الفرض، نوى الفرض والنفل معا ولا يصح إلا النفل مثلا، فكإيه؟ كمن أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة والصدقة لا تقع إلا إيه؟ إلا صدقة، لأن الخمس دراهم دول مش هإيه؟ مش هينفعوا إن هم يخرجوا زكاة، تمام؟ لو قلنا مثلا الصورة أنه نوى الزكاة، نوى الحج فرضا ونفلا معا، تمام؟ لا ينصرف إلا إيه؟ إلى الفرض ولا يصح نفلا. والصورة الخامسة اللي هو إيه؟ الصورة الرابعة اللي هي يبطلان معا، تمام؟ الصورة اللي فاتت دي إيه؟ صح الفرض وبطل النفل. الصورة اللي معانا دلوقتي الرابعة أنه دخل كان مسبوقا، يعني الإمام متقدم عليه مثلا في الركوع أو في السجود، فنوى بالتكبيرة ماذا؟ تكبيرة الإحرام والهوي إلى الركوع أو السجود، يبطلان معا، يعني لا تنعقد دي تكبيرة إحرام ولا تنعقد تكبيرة هوي، لأن تكبيرة الهوي تكبيرة مخصوصة ودي تكبيرة مستقلة، فما ينفعش يجمع، يعني هو مطلوب منه تكبيرتين، مطلوب منه إيه؟ تكبيرتين، ولا تنوب إحداهما عن الأخرى، يعني مطلوب منه تكبيرة مخصوصة وتكبيرة مخصوصة، فهو إيه؟ ضرب عصفورين بحجر، هنقول له إيه؟ يبطلان معا. فهذه الصلاة لا تنعقد فريضة وفي انعقادها نفلا وجهان، تمام؟ وفي انعقادها نفلا ايه؟ وجهان. يبقى كده عندنا الصورة الثانية انه ينوي الفرض والنفل معا، احكام ليها اربع ايه؟ صور، تمام؟ الصورة الاولى ان ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، الصورة الاولى من صورة التشريك، تمام؟ الصورة الثانية ان ينوي مع الفرض نفلا، وهذه لها اربع حالات، يصحان معا، يبطلان معا، يصح الفرض ويبطل النفل، يصح النفل ويبطل الفرض. الصورة القسم الثالث من أقسام التشريك اللي معانا أن ينوي مع المفروضة فرضا آخر، الصورة اللي فاتت كان أن ينوي إيه؟ مع المفروضة نفلا. طب والصورة اللي قبلها أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة،
بنحفظ اهو. انت لو حفظت بس الرؤوس هتلاقي نفسك جايب الفروع اللي تحتها على طول زي ايام الامتحانات كده، واخد بالك؟ تبقى حاطط المنهج كله في ايه؟ في برشامه، مش عشان تبرشم، عشان تحفظ منه، واخد بالك؟ فتلاقي نفسك كاتب رؤوس مسائل كده بس كل الفروع اللي تحتها خلاص بقت ايه؟ محفوظه. تمام؟ ان ينوي مع الفرض فرضا اخر. ان ينوي مع الفرض فرضا ايه؟ اخر. طب واللي قبلها؟ ان ينوي مع الفرض نفلا، واللي قبلها ان ينوي مع العباده ما ليس بعباده. واخد بالك؟ فدي بقى عايزين طالب شاطر كده يشجرها لنا بعد ما نخلص التشريك كله، يعملها لنا في صوره ايه؟ شجره، وتحت كل تشجيره وتحت كل فرع ايه؟ فرع، تحت كل قسم ايه؟ فرع كده كمثال لهذا. دول بقى لما تمسك الورقه دي خلاص ما تنساش ابدا صور التشريك خالص يعني. طيب معلش. ايوه يا سارة. ان ينوي مع المفروضة فرضا اخر، فرض وفرض. قال ابن السبكي: ولا يجزئ ذلك الا في الحج والعمرة. ليه؟ لان العمرة داخلة في اعمال الحج. ما هي العمرة؟ سعي وطواف، طواف وسعي، انتهينا خلاص. بالطوف تروح رايح على المسعى جنب الحرم جنب الكعبة، تخلص عملت عمرة، ودي داخلة في أعمال الحج ولا مش داخلة؟ داخلة. هذا وجه إيه؟ وجه صحة هذه الصورة، أن ينوي مع الحج إيه؟ عمرة. عند الشافعية مرة تانية العمرة إيه؟ واجبة، والحج واجب، وإن كان هذا ركن وهذا إيه؟ ليس بركن. تمام؟ هذا واجب وليس بركن، إنما الحج ركن من أركان إيه؟ من أركان الإسلام، لكن كلاهما واجبان. تمام؟ فنوى مع الحج مع الفرض فرضا آخر. نوى مع الحج يعني إيه نوى؟ يعني إحرام واحد نوى به الحج والإيه؟ والعمرة. تمام؟ ده اللي يسموه الإيه؟ القارن، مش كده؟ تمام. اتفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. القسم الثالث أن ينوي مع المفروضة. القسم الثالث من أقسام التشريك، احنا بنحفظ اهو. القسم الثالث من أقسام التشريك أن ينوي مع الفرض فرضا آخر. تفضل يا مولانا. القسم الثالث أن ينوي مع المفروضة فرضا آخر. قال ابن السبكي: ولا يجزئ. أول ما يقول لك ابن السبكي تروح دماغك رايحة على فين؟ على الأشباه والنظائر لابن السبكي اللي السيوطي أخذ منه هذا الكتاب. الإمام السيوطي أخذ كتابه هذا من كتاب الأشباه والنظائر للإمام تاج الدين السبكي. ناس كتير ما تعرفش إن أصل الأشباه والنظائر هو أشباه ونظائر الإمام تاج الدين السبكي، إلا أن السيوطي رحمة الله عليه أحسن الترتيب، أحسن إيه؟ ترتيب الكتاب. فأنت لما تيجي تقرأ لابن السبكي، طبعا ابن السبكي إمام عالم كبير وقدره جليل، ومش عايزين إنه فاضل يعني، بالتأكيد هو يعني في درجة أعلى من الإمام السيوطي. تمام؟ ولكن ليه اشتهر كتاب الإمام السيوطي مع أنه فرع؟ تمام؟ اشتهر زي الإتقان والبرهان. مثلا إتقان في علوم القرآن مشهور جدا عن البرهان أصله، البرهان يعني اغلب ما في البرهان للزركشي بنصه موجود في الاتقان للامام السيوطي. صحيح ان يعني مصنفات الامام السيوطي رحمه الله عليه يغلب عليها الجمع، الا انه ليس مطلق جمع، هكذا ليس جمع حاطب ليل، وانما والله لو كان جمع حاطب ليل ما كانتش اشتهرت الكتب، ما كانتش مثلا ما كانش تدريب الراوي له والأشباه والنظائر والإتقان وغيرها من الكتب اشتهرت اشتهارا كبيرا. لا، له مع الترتيب أيضا، له مع الجمع الجيد والجمع المستوعب الترتيب الذي يحافظ على المعلومات منسقة مرتبة في ذهن الطالب والقارئ. فلذلك
ناس تقول لك السيوطي جماع، لا ما هو كان جماع بس يا جماعة كنا كلنا بقينا سيوطي يعني كلنا بقينا لا المسألة مش كده. طب لماذا اشتهرت كتبه؟ لماذا مثلا اشتهر هذا الكتاب كتاب الأشباه والنظائر وأصبح يعني وكم شرح وكم اختصر وكم نظم و كان شيخنا رضي الله عنه وأرضاه مولانا الإمام علي جمعة رضي الله عنه يقول لنا علامة حاجة كويسة كده، من علامات الكتاب المعتمد كثرة تداول العلماء له بالشرح أو بالتحشية أو بالاختصار أو بالنظم أو بالاعتراض. حتى لو حد كتب نقد لكتاب مثلا زي إيه؟ جمع الجوامع. جمع الجوامع للإمام ابن السبكي كتبوا عليه أول ما طلع راحوا نقدوه، فكتب كتابا سماه إيه؟ منع الموانع على جمع الجوامع. طب جمع الجوامع قد إيه في الكتب يعني اشتهاره وكم الشارحين له والمحشين عليه؟ لا ده حاجة رهيبة جدا. فحتى نقد الكتاب، نقد الكتاب دوت من علامات إيه؟ من علامات جودة الكتاب. أنا الآن لو واحد مثلا كتب كتاب أي كلام كده أنا ليه هز بدني وأرد عليه؟ إذا ما كانش ما في الكتاب مثلا 90% 95% معتبر ومتداول وصاحب الكتاب نفسه يعني ذو وجاهة بين الناس حتى الناس تتداول كتابه، طب أنا هز بدني ليه؟ مش هز بدني أنا، مالي؟ ما خلاص واحد كتب حاجة وخلاص. فلما الكتاب بتاع الإمام تاج الدين السبكي انتشر اللي هو جمع الجوامع، وهو قال إيه؟ لقد جمعته من زهاء 100 مصنف من أصول الفقه. فكل واحد قال لك ده كذا وده كذا، راح عمل على طول كتاب اسمه إيه في حياته برضو منع الموانع على جمع الجوامع. تمام؟ يعني حتى الاعتراض من علامات إيه؟ من علامات الكتاب الجيد. وفي ذلك تحضرني نكتة ظريفة، نكتة يعني فائدة، وليس نكتة في مقام التعليم يعني فائدة وليست نكتة بمعنى طرفة. تمام؟ وهذه النكتة ان انتم عارفين ان كان في تلاحي شديد بين العقاد وبين الرافعي. تمام؟ ده مدرسة وده مدرسة، والرافعي كان يمثل المدرسة التقليدية في الأدب وفي النقد وفي الشعر، والعقاد كان يمثل مدرسة حديثة وفي نفس الوقت ينحو نحو الجانب الفلسفي، وكلاهما كان ينتقد الآخر بشدة، حتى ان انت تتوهم ان الرافعي يرى ان العقاد جاهل، وفعلا كان يصف في الكتب بهذا المعنى، ان انت شعرك عامل زي الوردة البلاستيك اللي احنا منشمش منها اي رائحة، ما أسمج كلام العقاد، أنت لو جبت حمار يقول شعر هيقول أحسن من العقاد. كتب كتاب اسمه على السفود. تمام؟ وكذلك العقاد يعني يلطش في الرافعي كثيرا. مين تلامذتهم؟ مين تلامذة العقاد وتلامذة الرافعي؟ تلامذة تلميذ العقاد إن نجيب سيد قطب أيام ما كان أديب قبل ما يتحول إلى يعني هذا الفكر المتطرف اللي هو يعني صار إليه، كان من أنبغ تلامذة العقاد، ومن أنبغ تلامذة الرافعي من محمود شاكر، وكلاهما بقى ورث هذه إيه التركة. بس مش محمود شاكر كان بيخبط في سيد قطب أو سيد، لا ده سيد قطب كان بيخبط في مين؟ في الرافعي. فمحمود شاكر قال له هو أنت مصدق إن العقاد لا يرى الرافعية شيئاً؟ أنت مصدق الكلام اللي كتبه العقاد على الرافعي والكلام اللي كتبه ده؟ لو كل واحد فيهم لا يرى الآخر شيئاً ما كانش هز بدن ورد عليه أصلاً. ده لولا أن العقاد يرى الرافعية شيئاً كبيراً ما كان رد عليه، ولولا أن الرافعي كان يرى العقاد شيئا كبيرا وإن كان كل منهما يسفه من الآخر تسفيه عجيب يعني كأنه مش موجود. وطبعا أنت عارف بقى طريقة ده الأدبية وطريقة ده الأدبية، يعني ترى كلاما كأن فعلا تقول إيه ده مش ما بيعتقدش إن
كل واحد لا يعتقد الآخر شيئا. فالنقد يا جماعة في العلم علامة الاعتبار، النقد في العلم علامة الاعتبار. نقدت فلان يعني معنى ذلك أنني اعتبرته من أهل العلم وأنقده، يعني النقد ده مرتبة من مراتب إيه، من نوع من أنواع العلم. فخد بالك من هذا الكلام يعني على هامش أو على حواشي هذه إيه الفائدة. فالإمام تاج الدين السبكي رضي الله عنه وأرضاه إمام كبير صنف الأشباه والنظائر في قواعد الفقه الشافعي، والإمام السيوطي هذب الكتاب ورتبه. وفعلا لما تيجي تقرأ ده وتقرأ ده على جلالة الإمام تاج الدين السبكي، لكن ترى نفسك مستفيدا جدا من كتاب الأشباه والنظائر، كأن هذا سلم لهذا، يعني أنت تستفيد من الأشباه والنظائر لابن السبكي بعدما تقرأ إيه هذا الكتاب. وهذه فائدة. وبالمناسبة هو كمان عمل إيه، نظم جمع الجوامع، يعني نظم جمع الجوامع، أظن كتاب اسمه الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع، وشرح الكوكب الساطع أيضا، شرح إيه هذا النظم، وتلاقيه مشهور جدا جدا النظم والشرح عند الجماعة الشنقطة، يعني عند الجماعة الشنقطة المتن ده متن نظم جمع الجوامع والشرح بتاعه، يعني يكاد يكون كتب الأصول بتاعتهم المتأخرة دي مأخوذة من كتاب الإمام السيوطي، واخد بال حضرتك؟ فلا يعني هو إمام مرتب، حتى إيه إن بعض كتب فقدت، بعض الكتب فقدت مخطوطاتها وجدوها في كتب السيوطي، يعني بعض رسائل ابن هشام مثلا في النحو كانت مفقودة وجدوها في جمع الجوامع في اللغة للإمام السيوطي، أو في همع الهوامع وجدوا حاجات مفقودة من تراث ابن هشام وغير ابن هشام موجودة إيه. فهو مجمع ومرتب ويعني مدقق ومحقق كمان، لا يعني لا ننفي هذا. تفضل يا مولانا. قال رضي الله عنه: قال ابن السبكي: ولا يجوز ذلك إلا في الحج والعمرة، اللي هو الجمع بين نية الفرض والفرض. قال: قلت: بل لهما نظير آخر. أيوة، يبقى هو كده بيرد عليه، بيرد على مين؟ على ابن السبكي، وهو أن ينوي الغسل والوضوء معا. أيوة، لو نوى الغسل يعني رفع الحدث، ونوى به الوضوء يعني رفع الحدث، برضو يحصلان معا، تمام؟ فإنهما يحصلان على الأصح، يعني هذه صورة أخرى استدركها الإمام السيوطي على الإمام التاج السبكي. هو جاب فرع في الحج والعمرة، قال له في فرع كمان، لأن نفس العلة موجودة، إن أفعال الوضوء داخلة في أعمال الإيه؟ الغسل. لأن الغسل ما هو الغسل؟ تعميم الجسد بالماء. طبعا الترتيب بقى الشق الأيمن الشق الأيسر الكلام ده كله سنن، لكن حقيقة الغسل ماذا؟ النية وتعميم الجسد بالإيه؟ بالماء. هذا هو الغسل الذي يرفع الحدث، تمام؟ فأعضاء الوضوء داخلة ضمنا في إيه؟ في أعضاء الغسل، كما دخلت أعمال العمرة في أعمال الحج. تفضل يا مولانا. قال: وهو أن ينوي الغسل والوضوء معا فإنهما يحصلان على الأصح، وفي قول النص عليه في الأماني لا يحصلان، لأنهما واجبان مختلفان فلا يتداخلان كالصلاتين. تم، يبقى في الصورتين، سواء في صورة الحج والعمرة أو في صورة الوضوء والغسل. قال: ولو طاف بنية الفرض والوداع صح. احنا قلنا بنية الفرض يعني ايه؟ الإفاضة. والفرض هنا يعني ماذا؟ يعني ركن الحج، يعني ايه؟ ركن الحج. طيب هو افرض أخر طواف الإفاضة لآخر الحج، وهذا يجوز، هذا يصح، فهل وخلاص بقى خلص رمى وخلص كل حاجة وهيمروح يعني، فأخر طواف الإفاضة لإيه؟ لآخر الحج. المفروض في آخر الحج تعمل إيه؟ تطوف طواف اسمه طواف الوداع، وهذا واجب، هذا إيه؟ واجب. فإحنا عندنا فرضين هنا، أحدهما ركن والآخر واجب. إيه الفرق بينهم في الحج؟
إن هذا يجبر دم وهذا يبطل الحج. إذا ترك طواف الإفاضة يبطل حجه زي الوقوف بعرفة، تمام؟ لكن إذا ترك طواف الوداع، إذا ترك طواف الوداع إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل إنه عليه دم، عليه إيه؟ دم. يبقى هنا فرضين أهو، الاثنين مفروضين بس واحد ركن، يعني يبطل الحج بيه، واحد لا يبطل بتركه إيه؟ يعني يبطل بتركه الحج، واحد لا يبطل بتركه الحج، بس كلاهما مفروضان يعني واجبان. فأخر طواف الإفاضة ونوى بنية واحدة أن يكون هذا الطواف طواف إفاضة وطواف وداع، هل يحصلان معا؟ في قول نعم يحصلان. ليه بقى؟ لأن كأنها صورة عاملة زي صورة تحية المسجد يا مولانا، أنك تودع البيت بطواف. المطلوب منك أن أنت تودع البيت بإيه؟ بطواف، عاملة زي صورة تحية المسجد اللي قلناها في الإيه؟ بس دي نافلة ودي فرض ودي فرض ودي فرض، تمام؟ فهل هل طواف الوداع طواف مخصوص؟ إذا كان طوافا مخصوصا يبقى ما زال عليه إيه؟ دم. يعني اللي هينعقد ده هينعقد طواف إفاضة فقط لأنه ركن الحج فينصرف إليه، وتبطل نية طواف الوداع إذا قلنا أنه طواف مستقل. أما إذا قلنا إنه ليس طوافا مستقلا ولكن يحدث بمطلق طواف، يبقى هنقول إيه؟ ليس عليه إيه؟ دم، وينعقدان معا. فضل يا مولانا. قال ولو طاف بنية الفرض والوداع صح للفرض. أيوة. وهل يكفي للوداع حتى؟ هل يكفي للوداع؟ زي ما قلنا، هل يدخل هذا إن هو مش مطلوب منه حاجة اسمها مخصوص اسمها طواف الوداع، إنما مطلوب منه طواف الوداع إذا كان قد قدم طواف الإفاضة، تمام؟ إذا قدم طواف الإفاضة يبقى خلاص لما هيجي يخلص أعمال الحج ويتحلل يبقى هيعمل إيه؟ طواف الإيه؟ الوداع. لكن ده أخر طواف الإفاضة وجمعهما معا. فإن قلنا إن طواف الوداع طواف مخصوص يبقى دوت مش هينفع، يبقى ينعقد دوت إيه؟ طواف إفاضة فقط وعليه دم أو عليه الطواف، تمام؟ أما إذا قلنا إن هو ينعقد بمطلق طواف يبقى إيه؟ ممكن ينصرف وليس عليه دم. فضل يا مولانا. قال وهل يكفي للوداع حتى لو خرج عقبه أجزاءه ولا يلزمه دم؟ لم أرى فيه نقلا صريحا وهو محتمل، وربما يفهم من كلامهم أنه لا يكفي. يبقى الصورتين دول التفريع إيه؟ مبني على إيه؟ مبني على قضية هل طواف الوداع طواف مخصوص أو ممكن يكفي بمطلق إيه؟ طواف. واخد بال حضرتك؟ ودي في صور زي مثلا إيه؟ الستة من شوال، زي طواف زي تحية المسجد، يعني اللي هو ينعقد بمطلق الصيام وينعقد بمطلق صلاة وينعقد هذا الطواف بمطلق طواف. بيقول لك كلامهم محتمل، فاللي احتمل أن هذا يصح لم يعتبر أن للوداع طوافا مخصوصا، واللي قال لا يصح قال لا والله ده مطلوب منه طوافين مخصوصين وما يتدخلوش مع بعض، طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج وطواف الوداع الذي هو واجب يأثم بتركه وعليه دم. فضل يا مولانا. قال وما عدا ذلك، ما عدا الصور ديت، الثلاث صور دول اللي احنا ذكرناهم، ما عدا دول، إذا نوى فرضين بطلا معا. قال وما عدا ذلك إذا نوى فرضين بطلا إلا إذا أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه ينعقد واحدة، وإذا تيمم لفرضين صح لواحد على الأصح. طيب، وبيقول لك وما عدا ذلك، ما عدا هذه الصور التي ذكرناها، ما عدا هذه الصور التي ذكرناها، فجميع الصور التي فيها جمع بين نية الفرض، هما بيصلوا تقريبا، بين نية الفرض ونية النفل ونية الفرض، نية فرض وفرض باطلة. قال لك إيه؟ قال لك إلا إذا أحرم بحجتين أو بعمرتين لا يبطل،
ولكن ينعقد إيه؟ واحدا في الحجين أو الحجتين أو العمرتين، لا ينعقد إلا إيه؟ واحدة. إذا تيمم لفرضين، العلة بقى إحنا دايما نتعلم يا جماعة، إحنا هنا مش بندرس فقه بس، الأهم إن إحنا بندرس تعليل، التعليل تعليل الفروع، عشان بس لما تجي الحواشي وشوف إيه تعرف إن دي وراءها علل. طيب إذا تيمم لفرضين تمام، صح لواحد على الأصح. ليه صح لواحد؟ لأنه لا يجوز أن يجمع بفرضين بتيمم واحد، أن يجمع بين فرضين بإيه؟ بتيمم إيه؟ واحد. إحنا عارفين إن أنا نويت إن أنا أتيمم للفرض، جاز لي أن أصلي به هذه الفريضة وما شئت من النوافل، سواء كان قراءة قرآن أو كان مطلق نافلة، الصلاة نافلة. أما إذا نويت التيمم بنية قراءة القرآن أو بنية التنفل فلا يصح إلا للنافلة، ولا يصح أن أجمع بين فرضين بتيمم إيه؟ بتيمم إيه؟ واحد. ولذلك لو نويت، هي دي العلة، هي دي العلة، لو نويت بتيممي هذا أن أجمع بين فرضين مش هيبطل التيمم، لكن لا يصح به إلا إيه؟ إلا فرض واحد. فضل يا مولانا. قال تذنيب يشبه ذلك ما فيه. التذنيب ما هو التذنيب؟ التذنيب هو كالذيل، ماشي، يعني زي نهاية الضوء، نهاية الضوء الذي يكون في إيه؟ في السماء، الشهاب مثلا، الديل الأخير ده بتاعه يسمى إيه؟ تذنيب، أو نهاية الذيل. فكأنه في نهاية المسألة في فرع كده صغير سماه إيه؟ سماه تذنيبا، مش التذنيب اللي إحنا كنا بنتذنبه زمان. طبعا إحنا كلنا تذنبنا، يعني محدش إيه؟ محدش يعمل فيها وطن، يعني تذنبنا واتعبطنا واتضربنا واتبدينا كله 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 يعني، واخد بالك؟ بس في الخير الحمد لله، يعني اتعلمنا يعني. فالتذنيب، التذنيب مأخوذ من الذنب وهو إيه؟ الذيل، يعني آخر المسألة. تفضل. قال تذنيب يشبه ذلك ما قيل، هل يتصور وقوع حجتين في عام؟ جميع العلماء تقريبا قالوا لا يتصور هذا. لماذا؟ احنا لما جينا اتكلمنا على الوقت يا جماعه في اصول الفقه، اللي حضر معانا اصول الفقه، قلنا ان الوقت اما ان يكون مضيقا او يكون موسعا، والوقت الموسع هو ما يتسع للعباده ومعها غيرها من جنسها، كوقت الصلاه مثلا، وقت صلاه الظهر او العصر او المغرب يتسع للصلاه ويتسع لصلاه اخرى ايه معها. لذلك وقع خلاف كبير بين العلماء، هيأتي معانا في قضية الواجب الموسع والواجب المضيق في أصول الفقه، بماذا يتعلق الوجوب، الوجوب بما بأي جزء من أجزاء الوقت يتعلق، هل يتعلق بأوله أو يتعلق بآخره أو يتعلق بإيه، بوقت غير معين. دي مسألة واسعة في أصول الفقه تمام، بس دي تتعلق بماذا؟ تتعلق بما إذا كان الواجب موسعا، يعني له وقت يتسع له ولجنسه معا. وأما المقابل له هو الواجب الإيه؟ الواجب المضيق، أي المضيق في وقته، لا يتسع إلا للعبادة وحدها ولا يتسع لعبادة أخرى من جنسها. وضربوا لذلك مثالين، الحج والصيام. يعني أنت في شهر رمضان لا تستطيع أن تصوم مع الصيام صياما آخر، لا نذرا ولا نفلا ولا قضاء، ليه؟ وقته مضيق، 30 يوم أو 29 يوم فقط، وإنت عليك 30 يوم أو 29 يوم، فمن شهد منكم الشهر فليصومه. كذلك وقت الحج لا يتسع لأعمال الحج مع الحج. زي جماهير العلماء أبطلوا أن يجمع الإنسان في وقت الحج ايه، بعضهم قال لا ده ممكن ان هو بعد ما يخلص يرجع يحرم ويعمل عمره وبعدين يجي على عرفات قبل المغرب،
هذا كلام باطل، هذا كلام فاسد لا يصح ولا يعني ولا يتسنى أبدا حتى لو ركب صاروخ، لأنه بيكون مطلوب منه في الآخر إيه؟ الاشتغال بالرمي، اشتغال بأعمال الرمي والذبح، فكيف يعود إلى 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 وقت إلى ميقات الإحرام وبعدين يروح يطوف ويسعى وبعدين يرجع على عرفات؟ يعني يعني أظن أنها مستحيلة، إلا لو ركب صاروخ بقى يعني، أو العصر الحديث بقى اخترع آلة. بس خلاص إحنا مع جمع العلماء إن هذا إيه وقته إيه مضيق، يعني الصورة دي صورة تكاد تكون مستحيلة. في ناس بتحج بالسكوتر دلوقتي يعني، فما نعرفش بقى الدنيا الدنيا فيها إيه. قال يشبه ذلك ما قيل هل يتصور وقوعه، يعني إيه يشبه ذلك؟ أن ينوي فرضين بإحرام، فرضين حجتين بإحرام إيه واحد، حجتين مش حج وعمرة. ما هو حج وعمرة إحنا قلنا خلاص مفيش مشكلة لأن العمرة داخلة في أعمال الحج، أما حجتين فأغلب أهل العلم إيه يبطل هذه الصورة. الشيخ بقى بيقول لك يتخلى عن الواجبات ويذبح ويروح يعمل، قول يا مولانا. وقد قال الإسنوي إنه ممنوع، وما قيل في طريقه من أنه قيل، كلمة قيل إيه؟ قيل تستعمل في هذا المقام للتضعيف، تمام؟ طب وتستعمل في العموم لإيه تاني؟ لجهل القائد، لجهل إيه؟ من قال به. وتستعمل في مقام ثالث لإيه؟ للتقسيم، يعني قيل وقيل. إذا قلنا للتقسيم يبقى لازم نذكر إيه؟ قيل كذا وقيل كذا. وتستعمل غالبا للتضعيف، وتستعمل لجهل الإيه؟ لجهل القائل. دي ثلاث استعمالات، ثلاث استعمالات لكلمة إيه؟ قيل. إما أن تستعمل للتضعيف، صيغ التضعيف زي روية وقيل وحكي، صيغ التمريض أو صيغ التضعيف، وهنا هي صيغ التضعيف. تفضل يا مولانا. قال وما قيل في طريقه لأنه يدفع بعد نصف الليل فيرمي ويحلق، يعني بعد مزدلفة، بعد ما قعد شوية في مزدلفة، قعد شوية هيدفع، هيرجع تاني وإيه ويرمي ويحلق ويطوف طواف الإيه الوداع، يتحلل يعني، أو ثم يحرم من مكة، واخد بالك، وبعدين يرجع على عرفة يقف شوية وبعدين يرجع يعمل بقية أعمال إيه، برضو يروح مزدلفة ويروح منى ومزدلفة وما عرفش إيه، ويسبح ويتحلل ويطوف تاني طواف إيه. ده يعملهم في قد إيه دول؟ فهذه صورة باطلة. قال وما قيل في طريقه من أنه يدفع بعد نصف الليل فيرمي ويحلق ويطوف ثم يحرم من مكة ويعود قبل الفجر إلى عرفات، مردود بأنهم قالوا قبل الفجر إيه؟ لأنه مطلوب منه قدر من الليل، يعني يقف إيه قدر من الليل من بعد المغرب إلى الفجر، قدر من إيه من الليل. تفضل يا مولانا. مردود بأنهم قالوا إن المقيم بمنى للرمي لا تنعقد عمرته لاشتغاله بالرمي، والحاج بقي عليه رمي أيام منى. قال وقد صرح باستحالة وقوع حجتين في عام جماعة منهم الماوردي وكذلك أبو الطيب، وحكى فيه الإجماع ونص عليه الشافعي. هو دوت كلام المذاهب الأربعة يا جماعة، عموم المذاهب الأربعة استحالة انعقاد حجتين في حج. تفضل يا مولانا. الرابع دي بقى الصورة الرابعة من التشريك. احنا قلنا الصورة الأولى، نرجع نحفظ تاني، أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة. الصورة الثانية أن ينوي مع الفرض نفلا، ودي لها أربع إيه حالات. الصورة الثالثة أن ينوي مع الفرض فرضا آخر، وديت باطلة في كل الصور إلا في ثلاث أربع صور حكيناهم. الصورة الرابعة أو الأمر الرابع أن ينوي مع النفل نفلا آخر، يبقى أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، يعني عبادة وعادة،
فرض ونفل، فرض وفرض، نفل ونفل، سهلة هي. بس التقسيمة الثانية اللي هي أن ينوي مع الفرض نفلا ليها أربع حالات، هي كمان يبطلان معا، يصحان معا، يبطلان معا، يصح في الفرض ويبطل في النفل، يصح في النفل ويبطل في الفرض. دي بقى حلوة قوي، شاب كده ذكي أو شابة ذكية عشان ما نستثنيش، ما لازم هنا نخصص بقى يعمل لنا إيه الخريطة الجميلة ديت اللي هي تحفظنا صور التشريك كلها، وهي سهلة يعني. تفضل يا مولانا. قال الراجع أن ينوي مع النفل نفلا آخر فلا يحصلان. أيوة. قاله القفال: ونقض عليه بنيته الغسل للجمعة والعيد فإنهما يحصلان. نقض عليه يعني إيه؟ رد عليه. هنا كلمة نقض هنا مكتوبة بالضاد، يعني إن هو هدم هذا القول. هدم هذا القول ليه؟ لأن معتمد المذهب والقفال الشاشي ده من أئمة المذهب الكبار يعني، ومن أئمة الأصول الكبار أيضا، من الأصوليين الأذذاذ الفحول. نقض عليه هذا القول بما استقر في المذهب من أنه إذا نوى الغسل للجمعة والعيد. ليه بقى؟ لأن قد يجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد، فهو المعتاد أن أنا إيه بغتسل غسل النافلة للعيد وأغتسل غسل النافلة للجمعة، وهذه الصورة جائزة وينعقدان معا باتفاق. لذلك كلمة نقض عليه بإيه؟ لأن هذا معتمد المذهب الذي لا خلاف عليه. القفال الشاشي قال لا، ينوي غسل للجمعة ويغتسل غسل تاني للعيد. كمل يا مولانا. قال رضي الله عنه: قلت: وكذا لو اجتمع عيد وكسوف. نافلتان، عيد نافلة والكسوف أيضا نافلة. خطب لهما خطبتين بقصدهما جميعا، ذكره في أصل الروضة. تمام. وعلله بأنهما سنتان بخلاف الجمعة والكسوف. شوف هنا عيد وكسوف الاثنين سنة، إنما بخلاف الجمعة والإيه؟ فالجمعة فريضة، يبقى هترجع لإيه؟ للصورة بتاعة الفريضة، تنعقد جمعة وتبطل إيه؟ كسوفا. قال: وينبغي أن يلحق بها ما لو نوى صوم يوم عرفة والاثنين مثلا. أيوة. وإن لم نقل بما تقدم عن البارزي فيما لو نوى فيه فرضا لأنهما سنتان، لكن في شرح المهذب في مسألة اجتماع العيد والكسوف أن فيما قالوه نظرا، قال: أن فيما قالوه نظرا اللي هو إيه؟ إن هم ينعقدان يعني. قال: لأن السنتين إذا لم تدخل إحداهما. شوف ده ضابط، ده ضابط، ده ضابط، إن السنتين إذا لم تدخل إحداهما في الأخرى مش هينفع ان احنا ايه ننوي بهما نية واحدة. فالغسل يتداخل، ليه؟ اعمالهم واحدة، الوضوء والغسل نفس الحكاية يتداخل فاعمالهم واحدة، واخد بال حضرتك؟ لكن الجمعة والكسوف مختلفان، فدوى الضابط قال لنا عليه الامام السيوطي نصح بالصور ونبطل بصور ايه صور اخرى. إذا كانت هذه العبادة لا تتداخل مع هذه العبادة، سواء تتداخل تداخل كلي أو تداخل جزئي، ما ممكن التداخل ده يكون مثلا زي الوضوء والغسل، ده تداخل إيه جزئي، يعني بعض كل الوضوء بعض الغسل، كل العمرة بعض الحج، واخد بالك؟ لكن مش هينفع نقول إيه كل الكسوف بعض الجمعة، لأن دي هيئة ودي هيئة، ودي صلاة ودي صلاة، ودي لها كيفية ودي لها كيفية، فمش هينفع ان هم ايه يتداخل. صحيح دي خطبة وصلاة، بس الصلاة يا جماعة مختلفة، الصلاة بتاعت الكسوف او الخسوف مختلفة في الركوعين والقراءة وطريقة القراءة واعادة القراءة مرة تانية، فايه ففي اختلاف بين في هيئات الصلاة، بحيث يعثر او يعصر ان انت تقول ايه يتداخلان معا وينوي نية واحدة وينعقد الفريضة وتنعقد النافلة هنا. تفضل يا مولانا.
قال: لأن السنتين إذا لم تدخل إحداهما في الأخرى لا ينعقد عند التشريك بينهما، كسنة الضحى وقضاء سنة الفجر. وقضاء سنة الفجر لأنها مخصوصة، يعني دي سنة مخصوصة ودي سنة مخصوصة. يعني إيه سنة مخصوصة؟ يعني إزاي التطوع، إزاي تحية المسجد. تحية المسجد ليست سنة مخصوصة وإنما تنعقد بمطلق الصلاة، ذكرنا ذلك. لكن هو ما صلاش سنة الفجر، ما صلاش سنة الفجر، وهذه سنة مؤكدة، يعني يكاد النبي صلى الله عليه وسلم إيه لم يتركها أبدا، يعني سنة مؤكدة، السنة القبلية بتاعت إيه صلاة الفجر. وبعدين هو نام بقى أو حصل له أي ظروف ما صلاش السنة القبلية ديت إلى وقت الضحى، ارتفعت الشمس وأصبح مطالب كمان يصلي إيه الضحى. هل يصلي سنتين ولا سنة واحدة بالنيتين؟ يعني سنة، يعني أجمع السنتين في صلاة واحدة بنية واحدة؟ لا، لأن هنا برضو مش هينفع تتداخل السنتين. ليه؟ لأن دي سنة مخصوصة ودي سنة مخصوصة. واضح كده يا جماعة؟ اتفضل يا مولانا. قال: بخلاف تحية المسجد وسنة الظهر. تحية المسجد وسنة الظهر أو صلاة الظهر نفسها إذا كانت فرض أو نافل، بس هو عشان هنا بيقول إيه سنتين جاب الصورة بتاعت سنة الظهر. اتفضل. قال: لأن التحية تحصل ضمنا. تحصل ضمنا، يعني ليست لها إيه صلاة مخصوصة. الخامس: أن ينوي مع غير العبادة شيئا آخر غيرها، وهما مختلفان في الفرع. يبقى دي إيه التخميس، الفرع الخامس من التشريك. قال: ومن فروعه أن يقول لزوجته: أنت علي حرام، وينوي الطلاق والظهار. فالأصح أنه يخير بينهما، فما اختاره ثبت. وقيل يثبت الطلاق لقوته، وقيل الظهار لأن الأصل بقاء النكاح. يا سلام، شوف بقى هنا الفرع، لما الفرع الواحد لما يتجاذبه جهتين كيف يرجح الفقيه؟ ده هو ده التفقه يا جماعة. واحد نوى، واحد قال لزوجته: أنت علي إيه؟ أنت علي حرام، وحرام هنا يعني إيه؟ محرمة. طيب، التحريم بين الرجل والمرأة إما أن يحدث بالطلاق أو يحدث بالظهار، تمام؟ يعني هذا عبارة عن إيه؟ كناية. الظهار له صيغة صريحة والطلاق له صيغة صريحة. فعندنا كنايات الطلاق، الكناية في الطلاق زي أنت علي حرام، زي الحقي بأهلك، زي كذا زي كذا، تمام؟ إنما في ألفاظ تسمى صريحة: طلقتك، فارقتك، صرحتك، تمام؟ دي اسمها إيه؟ صريحة. والصريح لا يحتاج إلى نية، مش هنسأله. لو قال لها: طلقتك، فارقتك، صرحتك، ده ألفاظ تسمى في الشرع إيه؟ صريحة، لا تحتاج إلى نية، تنعقد بالجد والهزل معا، يعني إيه؟ ما فيهاش حتى هزل. الصريح ينعقد جدا وينعقد هزلا ولا يحتاج إلى نية. إنما كنايات الطلاق تحتاج إلى إيه؟ إلى نية. وكذلك كنايات إيه؟ الظهار. كنايات الظهار، والكناية ما ليس بإيه؟ بصريح. ما ليس بصريح، تمام. فلو واحد قال لزوجته: أنت علي حرام، وساعات إحنا لما بنيجي نسأل نلخبط الراجل، يعني إحنا علماء نلخبط الراجل، نقول له: وهل نويت بذلك الظهار أو الطلاق؟ هو هنا إيه؟ داق مني، واخد بالك؟ هو هنا إيه؟ داق مني. لذلك الإفتاء يا جماعة، بالمناسبة الإفتاء هذا فن زائد على الفقه. أنت ممكن تكون فقيه تمام، حافظ تمام، مستحضر كل الفروع وتخرجاتها وعلالها وكل، لكن لما تيجي تفتي تعك الدنيا، تمام؟ وسؤالك للمستفتي فن. ذاك المشايخ زمان كان عندهم إيه؟ كان عندهم إدراك لما عليه العوام من عادات وتقاليد في ألفاظهم وعاداتهم وكذا وكذا وكذا،
واخد بالك؟ فلكن انا مثلا لو حد جاي لي اقول له انت هو انت قلت كنايه ولا صريح، هو ممكن يكون هو كمان مكسوف يقول انا جاهل. ما هو انا كمان بجاهل لو انا قلت له كده، ما هو ده نوع من الجهل او التعالم بمعنى اصح، التعالم على العوام. فمن فقه الافتاء ان تيسر وان تلخص ما في ذهنك كله بعبارات يفهمها ايه العامي. ما تقولوش مثلا يقول لك والله انا كنت غضبان يا مولانا، فتقول له طيب هل كنت فاقدا للاملاك او كنت فاقدا للادراك؟ يعني هو لو قام ضربني ساعتها املاك ايه وانتوا إيه؟ هو انتوا بتبيعوا ايه هنا؟ لكن مثلا مشايخ يسالوه ايه، يقول له طب هي كانت قدامك ولا كانت وراك؟ طب لون الستاره اللي كان يعني، فهمني يعني، يسالوه عن اشياء يفهمون اذا كان فاقدا للاملاك اللي هو قدرته على التحكم في الفاظه، او فاقدا للادراك يعني مش شايف حاجه خالص قدامه. ففي عندنا ايه اللي هو لا طلاق في اغلاق، تمام، اللي هو بيسموه خلاص فقط يعني ده اغلق عليه كل شيء، لا شايف قدامه ولا شايف وراه، فاصبح غير ايه مكلف. فانا لما اجي اسال المستفتي ما اسالوش عن هل كنت ناويا الطلاق صريحا او كنايه، او هذا اللفظ صريح او كنايه، او هل انت فقط للادراك او الاملاك. اكلم العامه بما يفهمون، واترك الحواشي واترك مصطلحات اهل العلم جانبا، لان هذا مستفتي. فكما ان الفقه له صناعه، الافتاء ايضا له صناعه. له ايه؟ ومنها انك تعرف عادات الناس في الفاظهم. فمثلا اذا جاءك مغربي تونسي جزائري، فيقول لك مثلا في بعض البلدان مقري، هذه مقري فتحتها، وهذا مثلا رجل اختلى بها، هذا الذي قرأ فاتحتها. عندهم قراءة الفاتحة أو مقر فاتحتها يعني إيه؟ يعني مكتوب كتابها، يعني معقودا عليها، يعني زوجة. عندنا احنا مقروء فتحتها دي يعني إيه؟ يعني ولا حاجة، يعني نقرأ فتحة، نقرأ فتحة يعني ده يعني قبل، يقول لك ده يدوبك يا دوبك مقري فتحتها، مقري فتحتها يعني لا اتفقوا على حاجة ولا اتكلموا على النيش الحاجات المهمة دي، ولا ماشي، ولا الحمى أدلت بدلوها، ده لسه إيه مقري فتحتها. مقري فتحتها عندنا ولا شيء، يعني ما يجوز إن هو يلمسها ولا يمسك إيديها ولا يخرج معاها ولا كذا ولا كذا ولا يختلي بها. لكن مقري فتحتها عند أهل المغرب العربي تعني زوجة لم يدخل بها. فأيضا مثلا الأعراف، الإمام الإسنوي بقى في التمهيد ذكر صور كثيرة من هذا، يقول لك مثلا طيب لو أقسم ألا يأكل لحما فأكل سمكا، والقرآن بيقول إيه وتأكلون منه لحما طريا، فسمى السمك في القرآن ماذا؟ لحما. قال لك والله العرف بتاعه بيقول إيه، بيتكلم على لحم اللي هو اللحم البقر والإبل والغنم وكذا، تمام. طب افرض بقى بيئة تسمي السمك لحما على الوضع اللغوي، بل القرآن الكريم بلغة عربية يعني بلغة العرب، فالسمك في لغة العرب لحم، تمام. فربنا قال إيه وتستخرجون منه إيه وتأكلون منه لحما طريا أي سمكا. فافرض واحد إيه كان عرفه العرف بتاعه كده أن السمك لحم، طب لو واحد مصري قال والله لا آكل لحما فأكل سمكا لا يحنث. لو واحد من أهل العرف بقى اللي هو يعتبر السمك لحما وقال والله لا آكل لحما فأكل سمكا حنث، يبقى لازم المفتي إيه مدرك لهذا. أنا مثلا عارف تقاليد أهل مصر وعادتهم. القاهريين مثلا لو رحت الصعيد ممكن كثير من الأشياء ما عرفهاش، لو تركت مصر ورحت البلد تاني لا ده تبقى بالنسبة لي إيه كوكب آخر في العادات والتقاليد. ولذلك أنت مثلا وأنت في أي بلد، ها أنت منين؟ اندونيسيا. رحنا لماليزيا، أنتوا زي ماليزيا وأندونيسيا مع بعض.
عندهم بيعملوا ايه الاكل اللي احنا بنعمله ده بالسكر، يعني ايه يعملوا كفتة كده يحطوا عليها سكر، اول مرة تاكلها ممكن تصب صدمة يعني. لكن هو عندهم دي عاداتهم وتقاليدهم، يبقى ايه معرفة الاعراف والعادات والتقاليد وتصاريف الناس في الفاظها ده جزء مهم جدا يا جماعة من صناعة الفتوى، جزء مهم وخطير من صناعة الفتوى. فيبقى لازم ايه ناخد بالنا. نرجع بقى للايه للفرع بتاعنا، الكلام ده مش هزار، الكلام ده مهم جدا، وفرق ما بين الفتوى والبلوى، مش عايزين نقول حاجة تانية، واخد بال حضرتك، ما بين الفتوى والبلوى. المفت زمان كان المشايخ دول حافظين حواشي الدنيا كلها وعارفين كل مصطلحات اهل العلم، لكن لما يجي يتكلم مع العامي يقول له يا ولا قلت للولية ايه يا ولا، وقالت لك ايه يا ولا، كنت شايف ولا كده، وهو شغال كل الحواشي ايه في ذهنه وياخد هذا الكلام ويترجمه على ما تعلم. لما يجي يخرج للراجل يخرج له كلام ايه سهل وبسيط يعمل به. عشان كده ما كانش فيه خصومة بين الفقهاء وبين المجتمع، كان الفقهاء عايشين مع المجتمع جزء من نسيج المجتمع. وكان العالم او الفقيه بالمناسبة يعني ده رجل كمان مش رجل فتوى ورجل فقه بس، ده كان رجل اجتماع، يعني هو المدرب التنمية البشرية بتاع الأعصار اللي فاتت، اللي هو إيه يصلح بين الأزواج وبين الإخوة ويحل المشاكل النفسية للناس وبالتصوف بقى وبأخلاق الصوفية. فكان برضو في جانب أخلاقي العلماء بيقوموا به في المجتمع. هذا هو العالم اللي هو إيه المتكامل، اللي هو فاهم دوره في الحياة. إنما ما جيش أنا أقول للناس، عفوا أنا آسف في التعبير، خدوا اهو الفتوى اهي جزره وقطمها جحش اتصرفوا انتوا، ما هو كده انت بتغلق على الناس. فلما يجي واحد من العلمانيين ييسر عليهم بالتيسير الفاسد ما تلومش على الناس بقى، لا تلوم على الناس، واخد بالك؟ لما يجي حد، لان الناس لا تدرك، الناس ايه لا تدرك. المهم قال ايه، قال لزوجته انت علي حرام، وهذا من الايه الكنايات. وقلنا الكنايات تحتاج الى ايه المساءله، اساله نيتك ايه بالكلام دوت، تمام؟ ولما اجي اساله زي ما قلنا اساله بالفاظ انا افهم منها اللي هو عايزه، ما اقولوش ما عقدش عليه الدنيا، ما اقولوش الاملاك والادراك صريح وكنايه، هو لا يعرفها، تمام؟ وينوي الطلاق والظهار معا. ده ناس ما تعرفش كلمه ظهار يعني ايه، يعني ناس مثلا لما يقول ايه، في ناس كتير في المجتمع يقول انت والله تبقى عليا زي امي واختي، تمام؟ بس اللفظ القراني او اللفظ اللي في السنه انت عليا كظهر امي، تمام؟ انما اللفظ الدارج عندنا احنا في المجتمع ما فيش حد بيجي يسالنا في دار الافتاء يقول لنا ايه، انا قلت لمراتي انت عليا كظهر امي ولا انت عليا كظهر اختي، بيقول انا قلت لها انت محرمه عليا زي امي واختي. اهو ده من كنايات ايه الظهار، مش من كنايات الطلاق، لان امه واخته لا ينعقد عليهم العقد ابتداء عشان ينعقد ايه فسخ بالطلاق، تمام؟ فهذا يسمى من كنايات الظهار. فهو قال لفظ يحتمل ان يكون من كنايات الظهار ويحتمل أن يكون من كنايات الطلاق. جينا سألناه عن نيته، بعض الناس كده برضو ما تقدرش تدرك إيه هو نوى إيه. ولذلك بقولك الفقهاء زمان ما كانوش يسألوا السؤال ده، يسألوه كنت بتشرب إيه، كنت بتاكل إيه، كنت واقف فين، كنت قاعد ولا واقف، يسألوا أسئلة يعرفوا الحالة منها، برضو هم إيه عندهم دراية وفاهمين، تمام؟ فقال وينوي الطلاق والظهار، فالأصح أنه يخير بقى. هنا بقى الراجل المطلق ده نفسه داهية وفقيه هو كمان ومتمطع، يعني فقيه عارف الفرق بين الطلاق وعارف الفرق بين الظهار، وعايز يحذف مراته بطبطين مع بعض، يعني قبل ما تسيبه طب يا بنت اللذينة أنا إيه، مع ان هو لا يلبس في الكفاره، يعني لو اراد ان هو يرجع لها
هيلبس في كفارة مغلظة، تمام؟ فنوى به الطلاق يعني ليعبر عن شدة الايه؟ الرغبة، يعني زي ما احنا عندنا، احنا مثلا ايه، في ناس يقول لها ايه؟ أنت طالق شافعي وملكي وحنبلي عشان ما يبقاش في فرصة إنها ترجع، يعني بيطلقها على المذاهب الأربعة، وناقص هو عنده فقه شوية يقول لها وجعفري وزيدي وإمامي وكل حاجة. المهم ونواهما، يبقى ده راجل إيه؟ ده مطلق مش جاهل، ده عارف الفرق بين الطلاق والظهار، وقال لفظ كناية يحتمل الظهار والطلاق معا، تمام؟ يعني لفظ مشترك. عند الشافعية بالمناسبة من ناحية الأصولية يجوز أن تطلق المشترك وتريد به معانيه أو معنيين من معانيه. ذكرنا قبل ذلك أن المشترك هو اللفظ الواحد الذي وضع في اللغة لمعاني متعددة، يعني في أصل الوضع اللغوي مش الاستعمال، في أصل الوضع اللغوي لفظ واحد وضع لمعاني متعددة. مثاله القرء، مجعول للطهر ومجعول للحيض ومجعول للقدر المشترك بينهما اللي هو إيه؟ مطلق التربص، تمام؟ في ذلك اختلف العلماء، يا ترى المقصود ثلاثة أطهار ولا ثلاثة حيضات؟ لماذا؟ لأن اللفظ في اللغة مشترك اللفظي، يعني يحتمل هذا ويحتمل ذاك. مثلا لفظ الجون موضوع للأبيض وموضوع للأسود، تمام؟ لفظ العين، تمام؟ موضوع للباصرة وموضوع للجاسوس وموضوع للحرف وموضوع للذات، يعني زي ما قلنا له معاني كثيرة. طب السؤال، هل يجوز أن أنطق بالمشترك وأن أنوي به عدة معاني؟ إذا كان له معنيين أنوي معنيين، إذا كان له ثلاثة أربع معاني أنويهم، إذا كان له 50 معنى أنوي ثلاثة أربعة منهم. فقالوا والله إذا وجدت قرينة، يعني مثلا إيه، أنا قاعد أهو الشيخ علي مثلا، كنا بنتكلم قبل كده على موضوع الجاسوسية مثلا أو على موضوع حرف العين، والشيخ محمد بنتكلم في موضوع البئر والآبار وكذا وكذا، في قرائن أهي، والشيخ أنس مثلا بنتكلم في موضوع ده جاسوس، يبقى الجاسوس ماشي. فمثلا أنا لو قلت لفظ عين، تمام، كل واحد هياخد لفظ العين على القرينة السابقة له، فمتى وجدت القرينة ارتفع ايه؟ ارتفع اللبس. ما هو لا يجوز ان تتكلم بالمشترك بدون قرينة، والقرينة اما ان تكون لفظية او تكون عقلية. ممكن تكون القرينة المعينة لاحد معاني المشترك تكون قرينة ماذا؟ عقلية. ممكن تكون قرينة ايه؟ قرينة لفظية، يعني في السياق نفسه، تمام؟ طيب والله كل واحد من دول لما أنا أجي أتكلم عن العين هيحملها بالقرينة العقلية على ماذا؟ على ما تكلمنا فيه. يبقى هنا ارتفع اللبس وزال الإجمال. زال إيه؟ الإجمال. حيثما وجدت القرينة المعينة يرتفع اللبس. الذين منعوا من غير الشافعية مثلا، الذين منعوا من أن يراد بالمشترك عدة معاني، منعوه من أجل ماذا؟ منعوه من أجل اللبس. أنت بقى لما تقول عين وعايز بها 30 معنى، أنا هفهمك إزاي؟ لما تقول قرء وعايز بها الحيض وعايز بها الطهر معنى، طب أنا هفهمك إزاي؟ فحيثما لم توجد قرينة يوجد ماذا؟ يوجد لبس. ولذلك عدوا المشترك من أسباب الإجمال، وقالوا لابد إيه؟ من قرينة. طيب هنا قال أنت علي حرام، هذا لفظ مشترك بين كنايات الطلاق وكنايات ايه؟ الظهار. فالأصح أنه يخير بينهما، يعني صار اللفظ مجملا، صار اللفظ مشتركا يعني مجملا،
والمجمل يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى مبين، تمام، حتى يعين ماذا تريد. فما اختاره ثبت، يعني إذا قال قصدت الطلاق أو اخترت، لأنه هو قصد الاثنين، اخترت الطلاق يبقى ثبت عليه الطلاق. إذا قال اخترت الظهار ثبت عليه الظهار. طيب دي ده رأي. الرأي الثاني، شوفوا بقى ده مهم جدا يا جماعة، كيف الفقيه لما الفقهاء بيختلفوا مع بعض. أدي واحد حل الإشكال بإيه؟ بأنه خيره. مين اللي عمل لنا الإشكال؟ هو حضرته المطلق الفقيه ده أو المظاهر الفقيه ده اللي هو عايز يدبس مراته في الحيط دوت، يعني يطلقها، يعني ينفصل عنها بكل الطرق، هو اللي عمل لنا المشكلة. قلنا له طب حلها إن أنت تختار صورة، إما طلاق أو ظهار. فإن قال اخترت الطلاق ثبت، إن قال اخترت الظهار ثبت. طيب فقيه تاني قال لك لا، إحنا مش هنخيره، هو الطلاق بس هو اللي إيه؟ ليه؟ لأن ده الأصل. الأصل إن الإنسان لما بيجي ينفصل بينفصل بإيه؟ بالطلاق. يبقى إحنا هنعمل بالأصل، مش هنخيره، وهنبطل الظهار وهنبقي إيه؟ الطلاق. حلو دي؟ حلو التعليل ده؟ فاهم التعليل ده؟ إن الأصل لما الإنسان بيجي ياخد إفراج، قصدي يطلق مراته، يطلق. مش ظاهر في ايه يا عز، بس قصدي يديها افراج يا عم. ماشي. قال لك لقوته وان هو الاصل، قوته من حيث انه الاصل. طيب وقيل الظهار. ليه؟ لان الظهار يبقي النكاح. الظهار يبقي ايه؟ لأنه هو عليه الكفارة، هيكفر وهيرجع، تمام. فهو يا إما يطلق بقى، إذا ما رضيش يكفر يجب عليه أنه هو يطلق ومرة المدة، أو هي تبقى طلق. لكن الطلاق إيه؟ في بقاء النكاح. في بقاء إيه؟ النكاح. قال لك والله بقاء النكاح ده وجه أقوى من فسخ النكاح، لأن الأصل بقاء النكاح. يبقى هنا بنشوف تعليلات الفقهاء، ثلاث آراء ليهم، ثلاث تعليلات كلها منطقية وكلها مقبولة. فهناك من قال من يفك هذا الإشكال هو صاحب الإشكال، نقول له يا عم انت نويت الاثنين وعملت لنا مشكلة، ومش هينفع نمشي الاثنين، مش هنخليها طالق وفي حالة ظهار في نفس الوقت. اختار، فقال اخترت الطلاق ماشي، اخترت الظهار ماشي. فقهاء تاني قال لا، ما نخيروش، وإنما نمضي الطلاق لقوته ولأنه الأصل في الإيه؟ في فسخ العلاقة. وناس تاني قالوا إيه؟ طب ما الطلاق ده معناه إيه؟ معناه فسخ الزوجية، معناه إنهاء الزوجية، والأصل إن الزوجية باقية. طب مين اللي هيحقق لنا الأصل دوات؟ الظهار، لأنه صورة تؤخر الفسخ، تمام؟ يبقى إيه؟ يبقى دوت مثلا تعليل. ده ثلاث تعليلات هم في سطر واحد، ثلاث تعليلات في سطر واحد. فممكن تلاقي الكلام ده مثلا جوه حاشيه او جوه كتاب فقه، وما تلتفتش للاسرار اللي ايه اللي جوه، ها اللي جوه هذا الكلام الدقيق. وهذا يسمى التفقه، هذا التعليل هو عمل الفقهاء، عمل ايه؟ الفقهاء، تمام. فخدوا بالكم من حاجه. انا بقى عايز اقول تفريعة كده على ايه؟ على قضية المشترك، تفريعة صغيرة على قضية الايه. خلاص خلصنا احنا دلوقتي، ويعني انا كنت ناوي عايز ابدأ في المبحث الرابع، بس ايه خلاص مش مشكلة، خلينا كل مرة كده ناخد مبحث. انا عايز اقول حاجة مهمة جدا في موضوع المشترك. احنا قلنا ان في خلاف بين العلماء فيما اذا اطلق المشترك ونوى ايه؟ ونوى بعض معانيه او كل معانيه. فطبعا معروف بقى اذا كان السامع عنده قرينة للتعيين اكتر من سامع، كل واحد عنده قرينة، يبقى يجوز ان انا اتكلم بالمشترك واريد به عدة معاني. والجمهور ايه؟ منعها، تمام.
طيب في قضية تانية عندنا مهمة، عندنا حاجة اسمها المشترك وحاجة اسمها الايه المجاز. طبعا انتوا عارفين كده، عرفتوا ان المشترك ده لفظ وضع لعدة معاني 2 3 4 40، بس كلها موضوعة بأصل الوضع، بأصل الايه الوضع. لكن احيانا يراد اكثر من معنى بالاستعمال بقى، مش بالوضع، مش بالوضع، بالاستعمال. يعني اللفظ موضوع لمعنى ويستعمل في غير ما وضع له، اما لقرينة او لقرينة مشابهة او لغير قرينة مشابهة، تمام؟ ليه الكناية او المجاز، المجاز المرسل يعني. طيب طيب اذا تعارض حمل اللفظ، يعني انا دلوقتي ايه استعملت اللفظ وتردد عندك، هل انا استعمله على سبيل الاشتراك او استعمله في المعنى الاخر على سبيل المجاز؟ خدوا بالكم من حاجه يا جماعه، القاعده الأصولية اللغوية أنه إذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز فإنه يحمل على الحقيقة، لأن الحقيقة هي الأصل. يعني أنا مثلا بقول رأيت أسدا، تمام، وما ذكرتش قرينة، وإنت عمال تتردد يا ترى هو يريد الرجل الشجاع المقاتل ولا يريد الأسد الحقيقي، فحيثما لا قرينة يبقى يحمل اللفظ على الحقيقة. ممكن يكون عندك قرينة أو شيء بس مش مرجح أنت القرينة، يعني تردد اللفظ عندك الذي أقوله بين إيه؟ بين الحقيقة والمجاز. فالقاعدة، القاعدة أن اللفظ إذا تردد بين الحقيقة وبين المجاز حمل قولا واحدا على الحقيقة ما لم توجد قرينة. إمتى نحمله على المجاز؟ لو قلت رأيت أسدا في المعركة، رأيت بحرا في المسجد، رأيت بحرا يعظ الناس، رأيت بحرا يعطي الناس، يبقى ده الرجل الكريم، تمام. فإذا تردد بقى هنا تردد بين المجاز وبين الحقيقة، لو ما فيش قرينة هنرجح الحقيقة، لو في قرينة هنقدم المجاز على. طيب طب إذا كان هناك تردد بين أن هذا اللفظ مستعمل على سبيل الاشتراك أو مستعمل على سبيل المجاز، أيهما تقدم؟ لأول وهلة أنت هتقول والله أنا هقدم المشترك، لأن المشترك ده إيه؟ وضع حقيقي، وعلى هذا فالحقيقة تقدم على المجاز، يبقى هقدم المشترك على المجاز. أقول لك لا، الصورة دي بقى مش كده. الأصوليون قالوا ماذا؟ قالوا في حالة تردد اللفظ بين الاشتراك وبين المجاز فإن احتمال المجاز يقدم على الاحتمال الاشتراك، وعللوا ذلك بماذا؟ حد فاكر التعليل؟ قال لك المجاز لما بنيجي نعينه نحتاج إلى قرينة واحدة، إنما المشترك يحتاج إلى عدة قرائن. ده انت محتاج في لفظ العين 40 قرينة، محتاج في لفظ القرء 3 قرائن، محتاج في لفظ كذا محتاج قرينتين 3 4، يبقى اذا المشترك محتاج تعرف قرائن كثيرة، واخد بال حضرتك؟ وما كان له قرينة في الوضع يقدم على ما له قرائن كثيرة، واخد بال حضرتك؟ لانه يكون ابعد عن اللبس ما له ايه قرينة ايه واحدة. يبقى هذا هو الفرق بين تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز وبين المجاز والاشتراك، رغم ان المشترك ده حقيقي وموضوع بالوضع اللغوي، والمجاز استعمال خارج عن الحقيقة بقرينة، الا انه لما تعارض اللفظ بين هذا وذاك قدمنا المجاز على الحقيقة، لانه يحتاج الى قرينة واحدة بس، يحتاج قرينة واحدة بس عشان أعين إن ده مجاز. لكن حضرتك محتاج في لفظ العين كذا قرينة، محتاج في لفظ القرء الجون كذا كذا،
أكثر من إيه؟ من قرينة، وهذا مبسوط في علم الأصول. أنا بقول دايما يعني على قدر ما أنت تلاقي لفظ المشترك ده متردد بين كتب المنطق وبين كتب الأصول، إلا أن أنت من أمتع ما أنا قرأت شخصيا، يعني ممكن يكون في حد كتب أحسن من كده، بس من أمتع الناس اللي أنا استمتعت بكتابتهم في قضية المشترك وتفصيلاتها الكثيرة، كتاب التنبيه على أسباب الاختلاف بين الفقهاء، اللي هو بتاع ابن البطليوسي. ماشي؟ فاكر انت الكتاب ده؟ واخد بال حضرتك؟ فهو يتكلم عن ايه؟ عن أسباب اختلاف الفقهاء، وجاء بسبب من أسباب الاختلاف. والله هو الكتاب مطبوع بهذا الاسم، وأنا مش عارف، أنا يعني محتاج نظر في اسم الكتاب، بس هو مطبوع بهذا الاسم. بس هو يعني كتاب جيد جدا، مش كبير، صغير، بس رائع جدا. فهو بيتكلم عن أسباب اختلاف الفقهاء، وذكر منها من أسباب اختلاف الفقهاء الإجمال، وذكر من أسباب الإجمال الاشتراك، وكتب مبحث قوي كبير في الاشتراك. لو رحتوا للكتاب هتلاقوا هذا الكلام، والكتاب موجود كتير على الانترنت كمان، فسهل جدا ترجعوا إليه. وممكن في مرة كده وإحنا بندرس الأصول نبقى نجيب المبحث بتاع المشترك دوت نقرأه كده كاملا من هذا الكتاب. لأن أنا مثلا أجي أقرأ مثلا المشترك في كتب المنطق، واخد بال حضرتك، هم سطرين ثلاثة أربعة، ما اتفق لفظه وتعدد معناه وخلصنا على كده، واخد بالك. كتب الأصول نفس الحكاية، تتكلم عن التعارض، لكن ده عامل مباحث كتير في الإيه؟ في الاشتراك اللفظي، والفرق بينه بين المشترك المعنوي، وإذا تردد اللفظ بينه وبين المجاز، أو بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي على ما نحمله. فأرجو أن ترجعوا إلى هذا الكتاب القيم، نفعكم الله به، ونفعنا الله بعلومكم في الدارين، آمين. ونفعنا، وكل هذا طبعا من إيه؟ من بركة مشايخنا، لا سيما مولانا الإمام رضي الله عنه وأرضاه، الذي علمنا وربانا وفهمنا، ويعني عمق عقولنا وأفهامنا، وأعطاها أبعادا كثيرة في جميع الأمور. يعني إذا رأيتم فينا خيرا فليس لنا فيه شيء، إنما هو فضل مشايخنا جميعا، لا سيما وبالأخص وبالأولى وبالأحرى مولانا الإمام العلامة، مولانا ومربينا ووالدنا سيدنا الإمام علي جمعة رضي الله عنه، اللي ربنا فتح الخير دوت في هذا المكان وفي غيره من الأماكن الكثيرة في العالم الإسلامي، مش في مصر بس يا جماعة، في العالم الإسلامي. يعني أنا أسافر في أنحاء كثيرة من الدنيا، فأرى أثر مولانا في كل مكان، أرى أثره في كل مكان. أثره من إيه؟ من طلابه، من أفكاره، من كتبه، من مدرسته، تمام؟ رأيت هذا في بلاد كثيرة. يعني لم أسافر إلى بلد إلا وأول مثلا ما يعرفوا إن أنا يعني خادم من خدام مولانا يبتدوا إيه؟ يسألوني، حتى لو منتقدين، طب الشيخ علي جمعة قال كذا كذا في قضية كذا، هل هذا الكلام صحيح؟ طب ما تقولون في كذا؟ يعني شوف، تدور الأسئلة حول آراء مولانا وتأثيره، وبعد بقى السؤال عنه وعن صحته وعن مدرسته وعن كذا وعن دروسه وعن كذا، يبتدوا يشوفوا القضايا اللي طرحها مولانا وما يروجه الكذبة عليه، تمام؟ لأن خد بالك، في قراء حتى المخالفين في قرارة أنفسهم يحبون الشيخ حبا شديدا، في قرارة أنفسهم. يعني إيه؟ يعني يسألون سؤال المحب، اللي هو إيه؟ في ناس وصلها الكلام بطريقة كاذبة، يعني الكذب كثير فيبقى صعبان عليهم،
أول ما تقول لهم لا هذا الكلام كذب والصواب كذا وكذا 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 والكلام قيل على وجه، يبتدوا إيه يعني ينشرحوا صدورا يعني. تمام. يعني هذا ليس مجرد عالم، هذا مدرسة كبيرة مترامية الأطراف عميقة الآثار في الدنيا كلها. ولازم تدركوا هذا، لأني أنا مش بقول كده عشان أنا يعني ابن الشيخ أو بنتمي لهذه المدرسة، أنا هذا واقع. بل أزيدك من الشعر بيتا، يعني ها إن مثلا توصل واحد هازز بدنه أو بينتقد وبيعمل، لما تشوف جذوره جاي منين تلاقيه بشكل أو بآخر كان منتفعا من مدرسة الشيخ، يعني ولولا وجود هذه المدرسة لكان هو في مصيبة يعني بعيدة عن النمط اللي هو فيه. فتلاقيه مثلا إيه ينتقد، طيب يا سيدي ماشي، فابحث عن جذوره وتلاقيه كان في فترة من الفترات كان متأثرا. طيب هو فكرة إن إنسان كان له فضل عليك هذا موجب للتأدب وموجب للشكر وموجب للاعتراف بالجميل وموجب لكل هذه المعاني. فعايز أقول لك مش آثاره الطيبة فقط لتلامذته. أنتوا مثلا تعتبروا الجيل الثاني مثلا، إذا صح مجازا أن احنا الجيل الأول مثلا، أو طلب المباشرين اللي هم تعلموا على سيدنا مباشرة، فيعتبر مثلا أنتم برضو أولاده. تمام، الجيل الثاني ماشي، وهكذا تبقوا أنتم كمان علماء ومشايخ وتخرجوا. لا، مش أثاره بس لمحبيه ولمن تأثر به وقرأ كتبه واتبع أصوله وفروعه، لا ده حتى للمخالفين. تمام، وأنا رأيت هذا في كل مكان، في كل مكان في العالم. وطبعا أنا لم أسافر إلى أوروبا، لكن ليا طلاب من أوروبا، ليا طلاب من إنجلترا، وليا طلاب من فرنسا، وليا طلاب أيضا من أمريكا، طلاب علم يعني بيدرسوا زيكم كده. فبرضو تجد أن أثر مولانا موجود في هذه البلاد وبقوة. تمام، وهذا معنى كلمة المدرسة. معنى كلمة المدرسة مش مكان محدد، إنما المدرسة منهج. الكلام اللي احنا بننقله ده يا جماعة كله منبثق من فكر، وإلا الكتب موجودة في المكتبات وموجودة على الأرفف، موجودة في كل مكان. لكن نحن نستخرج أيضا، غير ان احنا نعلمكم الفروع ونعلمكم الملكة الفقهية والفرق بين الإفتاء والفقه وكذا وكذا والواقع، مولانا بيركز قوي 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 على قضية الواقع ديت، بيركز جدا على مسألة تفعيل، كيف تفعل الفقه بأصوله وقواعده وضوابطه داخل الواقع. ودي مسألة معقدة جدا، ما أسهل أن أنت تقرأ الكتاب ويجي حد يسألك تروح رميله اللي في الكتاب، ودوت يعني إيه ده بيسبب مشاكل كتير جدا جدا. وأنا ياما تكلمت في هذا الموضوع برضو تأثرا بمن؟ تأثرا بمولانا، لأنه هو دايما يا جماعة الواقع، دايما شوفوا مفردات العصر. لازم يكون عندك دراية بالعالم اللي انت موجود، علوم الواقع. ما ينفعش يبقى فقيه ومش عارف اقتصاد، مش تبقى عالم في الاقتصاد، لكن تبقى فاهم الدنيا ايه، الدنيا فيها ايه، الفايدة البسيطة، الفايدة المركبة، المعاملات البنكية، الخطاب الضمان، يعني فاهم، عشان لما حد يجي يسألك يبقى عندك تصور ما عن المسألة. واخد بالك، الثورة الاتصالات والمعلومات والتحديث اللي حصل في العالم زي ما قلنا خلى العالم كقرية واحدة. على رأي أحد الناس المتخصصين في علم الواقع المعاصر اللي هو مثلا علم الكمبيوتر، يقول لك أنت لو في محطة القاهرة، في محطة رمسيس مثلا، ومعاك كتاب عن البرمجة مثلا، وقرأت في هذا الكتاب، ممكن من تسافر لأسوان تلاقي كتاب صدر جديد فيه معلومات بعد 7-8 ساعات، بعد 10 ساعات، وهذا مش مبالغة، ده حقيقي.
يعني قضية التطور دي سريعة جدا دلوقتي، وهذا يؤثر في الواقع ويؤثر في العادات ويؤثر في التقاليد. واخد بال حضرتك الأمور الاجتماعية اللي حصلت في العالم زي الثورات وزي أحدثت مفاهيم كثيرة جدا غيرت في عادات وطباع وأخلاق الناس، هل ده ملوش مردود عند الفقيه أو عند المفتي؟ لا، لابد أن هو يكون إيه له مردود. فأنت بتستفيد من التأصيل والتأطير والقواعد والضوابط والتعليل، ثم أنت ليك بقى شغلك أنت كرجل مجتهد أو فقيه أو عالم في الواقع اللي أنت عايش فيه. أما لو اكتفيت بما في الكتب فلا، يعني المدرسة اللي احنا بنعلم فيها لها نسق خاص، الأصالة والمعاصرة، الإدراك الفرق بين الثابت وبين المتغير، إدراك الفرق بين النظرية وبين التطبيق، ده أساس. فلما تيجي تقرأ يعني كتاب مثلا زي من كتب مولانا المهمة جدا زي كتاب وقال الإمام، هذا الكتاب بس وقال الإمام في أفكار شديدة التأثير في المجتمع لم يسبق إليها مولانا، ويعني وطلبة العلم لا يلتفتون إليها، يعني قضايا مهمة جدا جدا في مش الفقه أو الأصول في غوامض الفقه وفي أسرار الفقه. تمام، فخد بالك احنا مش مدرسة بس بنعلم اللي في الكتب، لا، احنا مدرسة بنربط بين النظرية وبين الواقع، ودي اهم ميزة في المدرسة بتاعتنا، مدرسة مولانا الامام العلامة. هو عايش حياته كلها لهذا الغرض، لان في كلمة منهج نفسها يعني ايه كلمة منهج؟ كلمة منهج يعني كتاب؟ لا، ده جزء من المنهج. شيخ؟ لا، ده جزء من المنهج. تلميذ؟ لا، جزء من المنهج. وفوق ذلك كله الواقع، تفعيل قضية. انت ممكن يكون معاك المنهج، ممكن يكون معاك المنهج ككتاب كمعلومات، لكن لما تيجي تطبقه في الواقع تفشل. وده معنى كلمة ايه؟ النازلة. أنا مش عايز أضرب لكم أمثلة من اللي حصل في الأحداث ومش عارف إيه، مش عايز أخد في الموضوع ده، بس إزاي مثلا مولانا الإمام رضي الله عنه وقف في حتة كل الناس خافت إنها تجاسرت؟ طب كل دماء كله مذهبي، كله أشعري، كله صوفي، كله، بس ناس راحت هناك وناس وقفت مجدوها، الأحداث كانت أكبر من تخيلها وتصورها. لكن سبحان الله اللي كان بيميز مولانا رضي الله عنه إيه؟ فكرة إن كأن هذا الواقع مش جديد عليه، كأنه كان عارفه، كأنه متوقعه، كأنه عارف إنه هو هيحصل ومجهز إيه الأفكار وإيه التحديات وإيه اللي هيقوله وإيه اللي هيدعو الناس إليه وإيه 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 وإيه، وإيه. هذا هو العالم المجتهد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي عمرو كيف حالك؟ واخدين بالكم فكرة تفعيل المنهج. سألت مولانا سؤال عن بعض الناس اللي هي فشلت في تفعيل المنهج، فقال لي لأن هم كانوا متترسين بالمنهج وليسوا حاملين للمنهج. واخد بالك؟ فالمنهج ده، المنهج اللي انت عليه بيملي عليك ادراك معين للواقع وفهم معين للواقع وتفعيل لهذا المنهج في الواقع. هذا معنى المدرسة، او هذا اهم شيء في المدرسة بتاعتنا، مدرسة الامام العلامة، اللي هي بتشمل بقى الفقه والاصول والعقيدة والتصوف وكل هذا الكلام. ليست مدرسة تقليدية تكتفي بما في الكتب. لا نريد من طالب العلم أن يكون كتابا مقررا أو مكررا بالقاف أو يكون نسخة من الكتب التي على الأرفف، لا، نريد منه المقدرة على تفعيل هذا المنهج في الحياة،
في الواقع صوفي مثلا. التصوف ده منهج، منهج عزيز كمان، يعني يعلمك كظم الغيظ ومقابلة الإساءة، عفوا، ومقابلة بالإساءة الإحسان، اللغة العربية تقتضي ذلك، تمام، بقى تترك على تدخل على المتروك، يعني أنت تقابل السيئة بالحسنة، تمام. شوف واحد يسيء إليك وأنت تحسن إليه، إن أنت تداوم على ذكر الله بقلبك وعقلك ووجدانك دائما، تكون ذاكر لله دائما، واخد بالك، مش أنت تبقى مثلا ماسك السبحة وبعدين تتعرض لموقف تروح شاتم الناس، ما هو كده ما فعلناش المنهج. ما هو ايه معنى المنهج؟ معنى المنهج ان انت بتفعله، واخد بالك، يعني ايه على طول كده. الست بتقول لمعروف الكرخي باين او حاتم الاصم تقريبا، بتقول له يا فاسق، قال لها نعم، من الذي اخبرك باسمي؟ ما قالهاش بقى ايه انت يا ولية انت مش عارف ايه بتشتي، لا، المنهج، المنهج ده يعني ايه؟ يعني تفعيل ما تشبعت به وما تشربت به من فقه وحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنطق. ما تبقاش جالس منطق قبل قد كده ولما نيجي نكلمك تملى كلامك تناقضات، ما هو المنطق ده عشان يعصم ذهنك من الوقوع في الخطأ في الفكر. ما تبقاش دارس اصول قد كده وما بتعرفش تفعل قاعده واحده اصوليه، ما تبقاش دارس قواعد قد كده، فلازم المنهج. وكمان ايه حاجة مهمة كمان، ترابط هذا المنهج بأجزاء المنهج ده، التصوف بالفقه بالحديث بالأصول باللغة بالمنطق، التناغم الهارموني ده بين أجزاء المنهج ده لازم يكون موجود عندك، تمام. مفيش حاجة اسمها فصل العلوم بعضها عن بعض، لا، دي منظومة كلها هي دي مكونة للمنهج في أمور علمية وأمور أخلاقية، ولازم ده كله يتكامل. ولازم انت مش هتبقى في الآخر تيبيكال، يعني لا، انت احنا بشر، كلنا بشر يعني، بس يكون هذا غالبا عليك، غالبا على أخلاقك، على تصرفاتك، على تفكيرك. يقول الراجل ده دارس منطق، الراجل ده صوفي، الراجل ده دارس فقه، يعني يرى أثر هذا المنهج في كل تصرفك، يرى التصوف في أخلاقك، يرى المنطق في تفكيرك، يرى الأصول والفقه في استنباطاتك وأحكامك، يرى كل هذا. عشان هي دي معنى كلمة منهج. إنما الناس فكر المنهج يعني إيه؟ يعني كتاب، ولذلك الكتاب ينتهي، إنما المنهج لا ينتهي. المنهج ده معاك لغاية ما تموت، مع المحبرة إلى المقبرة، الكتب تنتهي. وكم من إنسان قرأ كتابا وحفظه ولم يستفد منه شيئا ولم يفد الناس شيئا، تمام. وكم من إنسان يعني أخذ قليلا من العلم وتشبع به تشبعا نفسيا وروحيا وقلبيا، فأفاد، يعني استفاد وأفاد، وخبر حضرتك، يعني قليل قليل، قالوا قليل من العلم مع كثير من الأدب ينفعك، قليل من العلم مع كثير من الأدب ينفعك، وكثير من العلم مع قليل من الأدب لا ينفعك. عشان كده بنقول التكامل بين التصوف، تهذيب النفس وتربيتها، وبين العلوم. فأنت معك علم كثير لكن مش متأدب بأداب العلماء، مش متأدب بأداب القوم، تلاقي العلم ده يبقى إيه؟ وبال عليك وخسارة لك. المهم هذه كلمات كده استطردتها، وإلا إحنا إيه عشان خاطر نشرح المدرسة وأبعدها ومفاهيم مولانا الإمام، نحتاج إلى دروس مخصوصة في هذا الجانب، ونحتاج إلى كتب ومؤلفات ورسائل ماجستير ودكتوراه. وهذا بيحصل بالفعل، يعني هو ده اللي بيحصل بالفعل، إن هذا المنهج خاضع للدراسة الأكاديمية في عدد من الدول. منهج مولانا الإمام متعامل فيه كثير بعض رسائل الماجستير والدكتوراه، والعبد الضعيف شخصيا كان له مشاركة
في منهج مولانا في علوم القرآن وفي الحديث النبوي الشريف في إصدارات صدرت في الوابل الصيب، ولازلنا أن احنا بنشتغل على هذا المنهج ونشبع درسنا للطلاب بهذا المنهج عشان يبقوا خارجين الجيل بقى المشرق الواعي الفاهم من الشباب اللي هو بيحمل ايه هذا المنهج، مش بس أشباه النظائر، لا، بهذا الفكر اللي احنا تكلمنا عليه. وده هو الأهم، وده هو الأهم، ان احنا في كل فرع وفي كل سطر بنحاول ان احنا ننوره ونظهره بالمنهج اللي احنا بنحمله وتربينا عليه ونريد ان ندعو، مش ان نحمل، ان ندعو الناس اليه، لان احنا ما فيش حمل عندنا، ان يقول لك نحمل النعمة ما نحملش الناس. احنا بنقول افرض كلكم دلوقتي مش مقتنعين بالكلام ده، خلاص هتيجوا الدرس الجاي برضو هندرس كل حاجة حلوة، بعضكم اقتنع وبعضكم ما اقتنعش، خلاص خير وبركة، كلكم اقتنعتم خيرين وبركتين، ثلاث حرامات على رأي فربنا سبحانه وتعالى ينفعنا بيكم وينفعكم بنا وينفعنا جميعا بمولانا رضي الله عنه وارضاه. بمناسبة هذه السيرة العطرة نقرأ الفتحة لمولانا كده، ربنا يبارك فيه ويطول في عمره ويرضيه عنا ويديم أمداده وبركاته على الدنيا كلها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.